مشاهدين كل عام وأنتم بألف خير، نقدم لكم النشرة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية. منخفض نسبي للضغط الجوي يهيمن على أغلب مجالاتنا البحرية. هذا الصباح كانت السماء عامة قليلة تسحب خاصة بشمال تونس وصافية ببقية المجالات. التوقعات الجوية الصالحة لما بعد الظهر بالنسبة لحالة الطقس، سحب عابرة بأغلب المجالات البحرية بشمال تونس، ستهب رياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية بين 15 إلى 20 عقدة والبحر قليل الاضطراب. بشرق تونس ستهب رياح جنوبية غربية ثم جنوبية شرقية بين 10 إلى 20 عقدة والبحر قليل الاضطراب. أما بخليج قابس فتهب رياح شرقية جنوبية شرقية بين 10 إلى 20 عقدة والبحر قليل الاضطراب. أما رؤية فتمتد تدريجيا من 3 إلى 8 أميال بأغلب المجالات. هذه الليلة طقس مغيم جزئيا مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بشمال تونس وسحب عابرة ببقية المجالات. اتجاه الريح بشمال تونس ستهب رياح جنوبية شرقية ثم تتجه إلى شمالية شرقية بين 15 إلى 25 مع إمكانية أن تتجاوز 30 أثناء ظهور الخلايا الرعدية. البحر يكون قليل الاضطراب يصبح مضطرب آخر الليل. بشرق تونس ستهب رياح جنوبية فجنوبية شرقية بين 10 إلى 20 عقدة والبحر يتواصل قليل الاضطراب. أما بخليج قابس فتهب رياح جنوبية شرقية بين 10 إلى 20 عقدة والبحر كذلك قليل الاضطراب. أما رؤية تنخفض من 8 إلى ميلين بأغلب المجالات. التوقعات الجوية المنتظرة ليوم غد إن شاء الله طقس في البداية مغيم جزئيا ثم تدريجيا كثيف السحب مع بعض الأمطار تكون مؤقتة رعدية بكل من شمال تونس وشرق تونس. الريح تهب عامة من القطاع الشرقي بين 15-25 عقدة بشمال تونس والبحر يكون مضطرب، وبين 10-20 عقدة تتقوى تدريجيا بعد الظهر 15-25 بخليج الحمامات والبحر يكون قليل الاضطراب يصبح مضطرب آخر النهار. أما رؤية تمتد من ميلين إلى 7 أميال. بمنطقتي الشابة وجربة إلى غاية جرجيس طقس عامة يكون قليل السحب. الريح تهب من القطاع الشرقي جنوبية شرقية في البداية بين 10-20 عقدة ثم ترتفع تدريجيا بين 15-25 عقدة. البحر يكون في البداية قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب آخر النهار. أما الرؤية تمتد من ميلين إلى 8 أميال. نمر الآن لحركتي المد والجزر. بميناس فاقس متر 49 سنتيمتر على الساعة 6 مساء 11 دقيقة و44 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و26 دقيقة. بميناء قابس متر و71 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و52 دقيقة و62 سنتيمتر على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل و48 دقيقة. أما بميناء جرجيس ف 81 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و59 دقيقة و34 سنتيمتر على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل و5 دقائق. في الختام ولمزيد المعلومات والإرشادات يمكنكم مشاهدينا الأعزاء زيارة موقع الويب meteo.an أو الاتصال عن طريق الموزع الصوتي أو مباشرة على الأرقام الظاهرة أمامكم. دمتم في رعاية الله وكل عام وأنتم بألف خير.